مرحبا يا شباب، مرحبا صبايا، شو أخباركم؟ إن شاء الله تمام. يلي عم يشرب قهوة يصف على اليمين، واللي عم يشرب شاي يصف على اليسار، واللي عم يشرب نسكافيه بحيي. بس أنا اليوم ما عم يشرب نسكافيه، أنا اليوم عم يشرب قهوة، قهوة سادة طبعا. أنا بحب يعني دائما اشرب قهوة سادة، ما بحط سكر أبدا، من زمان ما حطيت سكر. القهوة السادة على فكرة يعني أطيب بكتير، لأنه أنتوا لما بتحطوا لها سكر بتبين بس طعمة السكر، ما بتبين طعمة القهوة. هلا القهوة أو أي شيء تاني بتضيف له أنت سكر، الشاي مثلا طعمة الشاي الحقيقية لما بتضيف له سكر ما بتبين طعمة. فصحتين لكل الشباب والصبايا اللي عم يشربوا هلا أي شيء. في واحد من التعليقات، واحد بس على فكرة شباب، في بس تعليق واحد والوحيد هو يلي قال لي انه انا بس افتل هيك، عم يستفزه انه انا بس افتل. انا رح اقول لك شغلي حبيبي، اذا انت عم تستفز من هاي الفتلة، انا قبل ما افتل هاي الفتلة رح اعمل لك هيك بايدي، طول ما افتل رح اعمل هيك بايدي، فانت رح تعرف انه هلأ بدي افتل. فغمض عيونك، غمضهم مشان ما شو تستفز. حبيبي فتح. واحد لحظة. المهم فتح، اليوم مثل ما قريته بالعنوان رح احكي عن ذكرياتي بالجزء الخامس من باب الحارة. في كم تعليق اجوا على ذكرياتي بالجزء الرابع من باب الحارة. التعليقات كانت عم تحكي عن شغلة واحدة، هي انه الفيديو كان قصير. معكن حق تحسوا هذا الشيء، حقيقة هو ما كان قصير يعني، بس معكن حق تحسوا هذا الشيء، لأنه الحدث الرئيسي يلي صار بالجزء الرابع من باب الحارة هو محاولة تغيير شخصية معتز واستبدالها بممثل آخر، ورجعتي على المسلسل من جديد. هلأ هذا الشيء أنا حاكي بفيديو الأسئلة والأجوبة، فيكن ترجعوا له للفيديو وبتشوفوا أنا حاكي بالتفصيل عن هذا الموضوع. والحدث الثاني اللي كان ممكن أحكي بهذا الجزء واللي ممكن تحسوه صار أطول هو تغييب شخصية أبو شهاب وعلاقتها مع شخصية معتز، أو استبدال شخصية معتز، وأنه بده يرجع ولا ما بيرجع وكذا، وهي القصة كلها. وأنا هذا الموضوع كمان حاكي بفيديو الأسئلة والأجوبة، كمان فيكن ترجعوا له وتطلعوا عليه. فلهيك ما حبيت عيد وكرر شغلي أنا حاكيها بفيديو سابق، على العموم مشان ما حدا يزعل. بهذا الفيديو رح أحكي عن الجزء الرابع والخامس، وخاصة أنه هن اثنين تصوروا سوا. أوكي أوكي. هلأ هي شو اللي ما عاجبك بالموضوع؟ عيوني أنه أنا بطول يعني مثلا هيك، ما شو الموضوع عيوني؟ شو؟ فتح. المهم قلت لكم انا انه صار في حارات جديده بهذا، يعني نضاف لوكيشنات جديده مثل لوكيشن حاره الماوي، نضافت على مكان اللوكيشن الرئيسي اللي هو حاره الضبع وحاره ابو النار، انبنت حاره الماوي بنفس مكان لوكيشن الحاره القديمه اللي كان على طريق المطار، وهي كانت اخر سنه نحن منصور فيها على طريق المطار مسلسل باب الحارة. وبنهاية الفيديو رح نزلكن فيديو أنا صورته بعد ما خلصنا تصوير الجزء الخامس. رحت زرت الحارة وصورته، كان هذا يعني مثل توديع على هذا المكان، فيكن تشوفوا أنتوا بنهاية الفيديو. لا تنسوا شباب تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس للقناة مشان يوصلكن كل الفيديوهات الجديدة. أوكي. المهم فتح. الأسلحة اللي كنا عم نستخدمها نحن بباب الحارة هي أسلحة حقيقية حقيقة، يعني ما أنا خلبية، بس الطلقات هن خلبية، ومع ذلك الطلقات على مسافة قصيرة كانوا يحذروا يعني أنه على مسافة قصيرة ممكن تأذي هاي الطلقات الخلبية. كل الأسلحة اللي استخدمناها هي أسلحة حقيقية قديمة بس حقيقية.
يلي كان بالجزء الرابع بباب الحارة كمان في لوكيشن كمان هذا جديد. اللوكيشن هو لوكيشن البير والأناية. هلأ البير هو كان ببيت بيت أمزكي، كان كنا نحط سلم وننزل على هذا البير. هلأ تحت بنينا أناية وكان في مي، طبعا يعني ننزل بقلب المي وصورنا هاي تحت. هلأ لما بدك تطلع من طرف من نهاية الأناية، هذا صورنا بعد فترة طبعا على نهر بالغوطة. هلأ يفترض أنه نحن نطلع بالليل، فصارت حادثة، واقف أنا والشباب، يفترض أنه نطلع نحن هلأ طالعين من طرف الأناية من نهايتها ومننزل. هلأ هون في نهر وكانت الدنيا ليل، ونزلنا بقلب المي وكان برد بهذيك الفترة. قلت لكم بفيديو سابق انه نحن مو منصور فترة طويلة، وخاصة هلا هذا الجزء الرابع والخامس صورناه لمدة كمان فترة طويلة، 11 شهر او 10 شهور هيك شيء. فمنمر الحمد لله بكل الفصول، فصدفت انه يكون الجو برد كثير بهذا اليوم التصوير. المهم نحن عم نطلع من القناية، وقفنا صفينا، فبدنا ناخد الشوالات الاسلحة ونطالع هون وكذا وهيك، وإز انا بلمح جردون عم يسبح كان بقلب الهي عم يسبح مدري شو. والشباب اللي معي، انا بعرف انه يعني في حدا من الشباب اللي معي، يعني قصة الجردون كل شيء الا القوارض. الجردون هو نوع من انواع القوارض، فارة بس اكبر بشوي من الفارة. الجردون هو طبعا في جماعة هيك نازيك ومدري شو كذا، مو شايفين الفيران ولا الجرادين، ممكن يعني تطلعوا على أنواع، في أنواع من الفيران. أنا كنت بتمنى أنه يكون يعني شغلة مثل جيري أو كذا، بس الحقيقة هي فارة إكس لار. المهم فكانت عم تسبح رايحة بطريقة، أنا لحالي رايح ولا مدري شو خطر على باله، لف وبده ورجع، وين بده يرجع؟ رجع عم يسبح سباحة يعني وكذا، جاي لوين؟ باتجاهنا. هلأ مو هون الفكرة، الفكرة انه جايب معه عيلته، يعني هو وشي ثلاثة اربعة، ما لقيتهم غير لفوا ورجعوا، يمكن بده يتفرجوا كانوا على المشهد او شيء ما بعرف. المهم فصرت انا شو بدي ساوي معي البارودة، فصرت انكشهم هيك بالبارودة او اضرب واضرب عليهم مي، يعني انه يروحوا. شلون بدهم يعني شلون بدك تقتل جردون بالمي؟ ما صعبة. فتعمل لهم هيك، انا طول الوقت اعمل لهم هيك، جيروا لا لا مكملين جايين. فانا شو مفكرين يمكن ونحن مهربين امح وما امح او كذا حاسين. وحقيقة نحن كنا لما نستخدم الاكسسوارات نحط فيها حقيقة يعني قمح، ايه نحط فيها حمص، يعني الاكسسوارات طبيعية. ما بعرف شو خطر لهم يعني، وهجموا الشباب. هلأ واحد من الشباب اللي كان معنا فشاف المنظر هيك، ما فهم اول شيء انه ليش وائل عم يعمل هيك طول المشهد، مو هيك يعني شو بده. فطلع هيك عم لقى شيء عم يبلعت بالمي، فلقيته هو يعني طلع لفوق، مدري شلون ركض معه بده يصور انت طول بالك. مهم كشيناه هون وكملنا تصوير. الحقيقة يعني أنا بحيي كل الممثلين السوريين، لأنه والله العظيم يعني نحن منصور بأجواء كتير صعبة، ومنتعرض لمخاطر كتير كبيرة، وفي حقيقة يعني في ناس توفوا وهن عم يصوروا، يعني فنيين خاصة اللي بيشتغلوا بالإضاءة. الأجواء جدا جدا صعبة. حتى أنا بمسلسل من المسلسلات ترقت إيدي، طبعا أنتوا شفتوا أنه في واحد من المسلسلات انكسرت رجلي أكثر من مرة. في واحد احترقت إيدي، هذا بحكي لكم عليه لاحقا. وقتها احترقت إيدي حرق كبير، تخيلوا انه مو بس احترقت ايدي، حتى سليم كلاس الله يرحمه كمان احترق وشه واحترقوا ايديه. وتخيلوا تاني يوم رجعنا صورنا، يعني صورنا انا ايدي ملفوفه بهذا المسلسل، ايدي ملفوفه. شلون بدنا نصور؟ فانا برجع بحيي كل العاملين بالدراما السوريه نفر نفر. فتح بنرجع لموضوعنا. في مشهد صار بالجزء الرابع
طبعا مو بيصير معتز بيحكموا عليه بالاعدام، بيحكموا على عليهم كلهم بالاعدام، فبيجي قرار العفو. بهذا المشهد بيرجع معتز على البيت، فبيلتقي بامه، بدي وجه لها تحيه لست صباح الجزائري. يعني في كتير سالوني انه هي امك بالحقيقه، هي لا مو امي بالحقيقه، يعني مو امي بالحقيقه، بس ولا ابو عصام ابي عباس مانو ابي، وعصام مانو اخي حقيقه يعني طبعا هن ابي مكانة اخي وامي وابي، نحن عشنا مع بعض فتره طويله وصورنا مثل ما قلت لكم من الصبح لاخر الليل، اوقات نصور سنه كامله مع بعض. فنحن العلاقه بيناتنا حتى بالحياه هي علاقه يعني ابن وامه. المهم هلا بهذا الجزء مثل ما شفتوا انتو شخصيه معتز اتطورت شوي، كان قبضاي، هو قبضاي الحاره وكذا، صار عقيد. هلا لما كان قبضاي كان حامل الخيزرانه بالجزء الاول والثاني والثالث، كنت انا محمله الخيزرانه، هي الخيزرانه انا كنت ساويها. من بعد نهايه الجزء الثالث يعني بالرابع والخامس خليت معتز يترك الخيزرانه وحملته مسدس وباروده، بحكم انه كمان مثل ما شفتوا انتم صار يطلع على الجبال ويعيش بالجبال وبالمغاره، وهي هي المغاره الحقيقه مغارة حقيقية وكتير باردة صيفا شتاء. كمان اللبس تغير بالجزء الرابع. بالجزء الأول والثاني كنت حط له طاقية، الطاقية الرمادي ذكرت لكم إياها، وحط السلوك كنت حطه على الكتاف. بالجزء الثالث صار يحط لفة، واللفة كانت خضراء، وكمان قلت لكم هذا الشيء. هلأ بالجزء الرابع كبرت شوي اللفة، وبالمناسبة الله يرحمه أبو حاتم وفيق الزعيم، بتذكر أنا بمشهد تنصيب معتز العقيد قال أنا ما كنت بعرف يعني أنه هذا الشيء اللي رح نساوي، كان هو اقتراح من وفيق الزعيم الله يرحمه، الطريقة يلي بده يتنصب فيها عقيد بعد ما لف اللفة، فبيكمش اللفة كان دقيقة لورجيكم كيف. هلا هيك كان الشال، هلا كيف كنا نساويها؟ هدول التنتين لازم يكونوا مثل بعض، تمام؟ معي؟ اوكي، هدول التنتين مثل بعض، هاي ننزلها شوي لقدام، هدول منشدهم تنزل، ناخذ الطرف الاول منه ان شاء الله ما تبعد على هلا، ناخذ الطرف الاول ممكن نحط لها شغلة بجواتها، يعني ممكن نحط لها شغلة تكبر أكثر من هيك. فالمهم الطرف هاد هون كان ينعمل عقدة، هاي العقدة هيك، هاي كانت اختراع على ما يبدو والله الله يرحمه، يعني هيك بتذكر وقت حكينا كانت هي اختراعه لوفيق الزعيم الله يرحمه. راح نشيل تذكرت كل هدول كمان على صعيد الشكل. بتذكر وقت قلت لكم انا انه الخاتم كل جزء بستخدم كنت خاتم معين لمعتز، هلا بالجزء الاول والثاني كنت عم بستخدم له هذا الخاتم، تذكروا؟ هلأ بهذا الجزء استخدمت هذا الخاتم، بيختلف عنه شوي، ايه بيختلف، لا مو شوي بيختلف كتير حقيقة، يعني اذا منقرب حتى صار هيك هلأ
صوركم يا صورة قريبة. شايفين؟ تبع الجزء الرابع والخامس محفور حفر، هذا لا هذا مصبوب صب. هلا هذا العقيقة تبعه أكبر من هذا، بس عقيقة هذا أغمق منها. تبع الأول تاني. خاتم الجزء الثالث هو خاتم مثل ما قلت لكم فيروزي، لونه فيروزي، ما عم لاقي مدري وين حاطه. المهم على الصعيد الداخلي للشخصية لا طب هذا بشكل طبيعي، أي حدا بيكبر بيصير أرزان وبيصير أتقل وهيك. فنفس الشيء ماتز بالبداية مثل ما شفتوا أنتوا كان يمشي بمشيته كان في حركة تمام طول الوقت، في هزة وفي كذا. هلأ بالجزء الرابع بلشت تخف أكتر، بس تشوفوا أنت بالسادس والسابع ما عاد تشوفوا هاي الهزة أبدا، اختفت. فكمان أنا حاولت خفف له هاي الهزة لأنه صار أركز وصار أوزن بحكم السنين اللي عم تمر. ومن النهفات اللي صارت معنا بالجزء الخامس من باب الحارة، كنا نصور بالحمام مثل ما شفتوا أنتوا الحمام إنه حلاوته مو بس سقسقة ومي وكذا وهيك، وفي كهرباء. وخاصة لما كنا بدنا نصور مثلا بالجواني، مو الحمام له قسمين، الحمام الشامي في براني وفي جواني. الجواني كله بيكون بخار ومي سخنة وكذا، وبيصير مثل هو حجرة 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 هيك. البراني بتقعد برا بتكون لابس المناشف وقاعد، وبيجيبوا لك فول، بيجيبوا لك شاي، قهوة، كركديه، مليسة، أرجيلة مثلا، شغلات أنتوا هي بتشوفوها. نحن كنا بالشام من قبل ما كان في حمامات بقلب البيوت، يعني الناس تحجز الحمام، عيال تحجز الحمام مثلا اليوم الفلاني لعائلة فلان، اليوم الفلاني لعائلة فلان كذا. النسوان كانت تحجز لحالها والرجال كانوا يحجزوا لحالهم، فيحجزوا الحمام من أوله لآخره ويعملوا هنيك حفلات، أوقات يعملوا مدري شو كذا، ويعني مناسبات يعملوا مثلا في لما بيتجوز مثل ما شفتوا أنتوا لما نتجوز عصام بنعمل له بالحمام تلبيسة العريس وهيك، فهي طقوس يعني كنا نسويها. فالمهم أنا يعني بحب روحة الحمام، بحب روح أقعد هيك، بس ما بحب كتير الجواني، يعني القعدة بالبراني أحلى بكتير. فبدنا نصور نحنا عم يمدوا شرايط الكهرباء والإضاءة والهيك لجوا وبدأ يصوروا جوا وكذا. فجوا مو في بخار وهيك، يعني نحن مو مبينين، يعني أنا مو مبين مع فلان مين هدول بده يصوروا جوا. صارت أكثر من مرة طبعا حاولوا يصوروا جوا بس يخففوا البخار. هلأ تبع صاحب الحمام بده يدعم الموضوع، يعني انه جايين يصوروا عنا بالحمام وكذا، فيضخ بهالبخار ويلا مي بخار ومي سخنه وكذا، فنحن ما مبين. وعلى زحلطه واحد زحلط وكذا، في كتير ناس زحلطت، فهنيك في واحد اسمه المكيس اخطي المسكين فايت وكذا ومعرم ومديش وكذا، طق زحط من اول حمام لاخر الحمام. هاي الحمامات قديمه، يعني عمرها 100 سنة و70 80 سنة، في حمامات قديمة جدا يعني 300 سنة و400 سنة. لما بتفوتوا بالشام القديمة بتلاقوا هاي الحمامات موجودة لساتها، ولساتها يعني بس تفوتوا عليها فيها هذا التخديم وكذا، وهي روحة من العمر، يعني في كتير ناس بتحبها. أنا بحب روح على هدول الحمامات. هذا كان كل شيء لليوم يا شباب، بتمنى أنه هذا الفيديو يكون عجبكم. بس لسه ما خلص الفيديو، استنوا شوي رح نزلكم جولتي بالحارة بعد ما خلصنا تصوير الرابع والخامس، بتمنى تعجبكم. ضلوا بخير. فتح. سلام.